اتمنى المحاضره تكون مفيده ليكم. اي تعليق او اي سؤال نخليه في اخر جزء من المحاضره. اولا انا مبسوطه جدا وسعيده جدا ان انا موجوده في معهد القاهره مع الامين العام استاذ حسين الجمال، وتحت نقابه تحت مظله معالي النقيب علام. ومبسوطه اكتر ان انا موجوده مع الكم الكبير من المحاميين اللي موجود قدامي دلوقتي الحريص على ان هو يستفاد من المعهد. طبعا كان نفسي اتعرف بيكوا شخص شخص، بس عشان الوقت مش هنقدر، فهنبدا في محاضرتنا على طول. طبعا الطب الشرعي كدراسه ممكن نلاقي فيه جانب نظري وجانب عملي، فاحنا هنعمل زي ميكس صغير كده. هنبدا الاول بالناحيه النظريه وبعد كده هناخد الناحيه العمليه، فهتستحملوني في يعني لو كان ليا نصيب بعد كده نكون معاكم تاني، هخلي الجزء الاولاني نظري وبعد كده نبدا في الناحيه العمليه. تمام؟ احنا حد فيكم متوقع الاول محتوى الماده النهارده هيكون عن ايه؟ عارف على اليافطه على البروجيكتور؟ تمام. طيب لا، هو في جزء في الاول كده هنتكلم فيه. هنتكلم الاول طبعا انتوا عارفين اهميه الطب الشرعي بالنسبه تحديدا للقانون الجنائي. هو في تبادل ما بين الطب الشرعي والقانون في مصلحه مشتركه. هنلاقي ان دايما الاطباء اللي بينظم لهم القانون بتاع قانون المهن الطبيه هو القانون، ايا كان هو روح القانون. لكن احنا كقانونيين او محاميين بنحتاج الطب الشرعي في ايه؟ بنحتاجه في الدليل الفني اللي المعالي النقيب اتكلم عنه من شويه. طيب هل الدليل الفني ده ورقه كده هناخدها نسلم بيها وشكرا ونحطها، ولا لازم انا كمحامي عنده فكر ابداعي لازم افند كمان التقرير الطبي واعرف هو فيه ايه واتخيل الواقع من خلال التقرير الطبي؟ ده اللي احنا محتاجين نعرفه. التقرير الدليل الطبي او التقرير الطبي هو في قانون نظمه او قرار نظمه، قرار رقم 187 لسنه 2001. ده قرار وزير الصحه نظمه لانه قسم التقارير الطبية لأنواع، منها نوعين. حد عارف حاجة عن التقارير الطبية الأول ولا ما سألش؟ أنا حابة أن احنا نتناقش شوية. حد عارف أنواع التقارير الطبية؟ أوه. الحروق والجروح. لا أنا عايزة تقسيمة هي دي معلومات داخل التقارير الطبي. اتفضل. أيوة احسنت، برافو عليك. هو فعلا نوعين، التقرير الطبي المبدئي او الابتدائي وتقرير طبي نهائي، وفي فرق ما بين الاثنين وفي تفاصيل في كل واحد لوحده. انا كمحامي لما امسك تقرير ابتدائي في حاجات لازم ادور عليها فيه. اللي نظمها وزير الصحه في القرار اللي قلنا عليه 187 لسنه 2001، وده بيقول ان القرار ده منظم للتقارير الطبيه، لان احنا هنلاقي اغلب التقارير الطبيه بتصدر من غير ذي الصفه. ليه؟ لان حطينا شروط اساسيه في التقرير الطبي الابتدائي. منها اولا التقرير الطبي الابتدائي ده عشان نكون واضحين وما اقولش اللفظ ويكون مش مفهوم، ده اول الحاله او العيان او الحاله ما بتدخل المستشفى كده بدون اي تدخل جراحي، لا طبيب كشف عليه ولا اتفحص ولا اتعمل تحاليل ولا اشعه ولا اسعافات. اول حاله شافها الطبيب بدون ما يتدخل خالص. ده لازم اللي يوقع الكشف هنا عندنا يا اخصائي يا مساعد اخصائي. يعني انا لما بعيني اشوف تقرير طب ابتدائي لازم ابص على التوقيعات، طبيب ابتدائي ده اخصائي ولا مساعد اخصائي؟ طب ممارس؟ لا كده التقرير ده اتضرب. تمام، ده في الابتدائي. طب هو ده بس اللي بيوقع؟ لا، احنا عندنا اتنين بيوقعوا، اخصائي او مساعد اخصائي ومدير الاستقبال، ده في الابتدائي. طيب ايه اللي بيحصل لما الحاله بتدخل لي؟ المفروض ان انا بتعرف على هويه الحاله اللي داخلالي. بتعرف عليها من خلال ايه؟ البطاقه. طب معيش بطاقه، حادثه طريق ومفيش بطاقه، ايه البدايل؟ هي الرخصه دي مش الاساسيه بس هي تمشي. باسبور، برافو عليك. طيب احنا ما عندناش بقى لا رخصه ولا باسبور ولا بطاقه ولا حاجه فيها الصوره. تليفون، احنا في عصر الالكترونيات. تمام، هو مش ده خالص. لا ما فيش وقت للدي ان ايه. باخد لا ما يعرفوش ده، جابه من على الطريق. بصمه الابهام الايسر، بصمه الابهام الايسر. احنا في بصماتنا وممكن نعمل محاضره عن البصمات، بس انا مش شايفه لها اهميه قوي في ان احنا نقرا تقرير خبير بصمات. تمام،
لان اشكال البصمات كتير وهتتوهنا. انا المفروض ان انا لما امسك مستند عليه بصمه بعرف شخصيه ده، لان كل صبع مختلف عن التاني. في بصمه اصابع يد وقدم، يد يمنى ويد يسرى، في بصمه صوت، في بصمه سوان اذن، في بصمه حراريه جديده. الاسنان لا، هي الاسنان بيبقى لو ليكي تركيبه او شغل عند طبيب اسنان، فبندور على البصمة، والبصمة المفروض يكون مكتوب عليها تحتها كده دي بصمة إبهام أيمن ولا إبهام أيسر، لأن في الطب الشرعي في الشهر العقاري بيبصمونا، بس ما بيكتبوش دي بصمة إبهام أيمن ولا أيسر. فعشان ممكن أجيب الراجل وبصم وهو ده اللي موقع التوكيل أو المستند اللي قدام، بس مش مكتوب البصمة دي بتاعت أنه صوبة، فاستحالة هعرفه. إلا بقى لو أنا خدت له بقى فيش كامل، ساعتها هعرف البصمة بتاعته ولا لا. تمام. فانا كده بتعرف على الحاله اللي قدامي من خلال يا اما البطاقه او زي زميلنا ما قال الرخصه. تاني حاجه جواز السفر، لان الحاجات دي مستندات موثقه في الدوله ونازله على السيستم بالكود بتاعها. تالت حاجه وده ابسط بقى خلاص، انا ما فيش حل تاني، يبقى هي بصمه الابهام الايسر. تمام كده انا بتعرف على الحاله اللي قدامي. الحاله بتدخل المستشفى تعمل الفحوصات بتاعتها على طول؟ لا، الا في الحالات الحرجه جدا اللي هو خلاص ده حاله موت لازم يدخل على طول. تمام. ففي الحاله دي احنا بنتدخل جراحيا على طول، وبتلاقي التقرير بعد كده قلب ابتدائي ونهائي في وقت واحد. طيب الابتدائي ده اول ما دخلت وقلنا بيصدر من حد يفكرني؟ تمام. ومين مدير الاستقبال؟ تمام، برافو كده. بيحط بيقول لي الحاله بتاعت الحاله المرضيه دخلت عامله ازاي، نبضها، تنفسها، ضغطها عامل ازاي، لون البشره، هل في كدمات ولا لا. بيوصف لي بقى الحاله اللي قدامي كلها، بس بنركز على العوامل الحيويه. نظره العين، هل العين بحاله يقظه، هل حدقه العين متحركه بشكل كويس ولا حاله الوعي. تمام. كل دي حاجات بنسجلها في الجزء الفوقاني خالص الخاص بحاله المريض. التقرير الطبي عشان تكونوا عارفين، هو المفروض كان معايا ورق بس مش موجود، جزئين. جزء خاص ببيانات الناس اللي اتبعت لي، الجهه اللي بعت الحاله اللي هي مركز الشرطه، المندوب اللي جاي مع الحاله، مندوب الشرطه وتفاصيله وبطاقته وجه امتى والكود بتاعه لو ليه كود. الحاجه الثالثه اللي هي الحاله بتاعتنا. بعد كده بنلاقي في جدول بيكون فيه تصنيف الاصابات والجروح، بتبقى وصف الاصابه والجروح، وده اللي موضوع محاضرتنا النهارده. بعد كده بيكون فيه الخدمات العلاجيه او الفحوصات اللي هتحتاجها الحاله. يعني هنلاقي ممكن مطلوب اشعه، مطلوب تحاليل، مطلوب فحوصات معينه، مطلوب خدمه طوارئ كده، قياطه وتغيير على جرح وخلاص وبيطلع، فخلاص هي دي الحاجه بتاعته. اهم حاجه بقى، اهم حاجه ايه في التقرير الطبي اللي ممكن تغير لي سير الدعوه؟ حلو. تمام. فترة العلاج، احسنت. طيب فترة العلاج اللي هي كام يوم؟ تحت الواحد وعشرين؟ ما هي الاتنين واحد، تحت الواحد وعشرين فوق العشرين، مش فوق الواحد وعشرين. ليه؟ لان احنا دايما بنقرأ عنده هياخد علاج اكتر من 21 يوم. لا، هي مش كده، يا اما اكتر من 20، لان 21 انا بدأت في المدة اللي تخليني اتحولت جناية. تمام. لكن اقل ازيد من 20 كده احنا تحولنا خلاص. طب اقل من 21 يبقى انا في العشرين، يعني 20 ونازل احنا كده الاصابه بسيطه هتخف بسرعه، وفي الغالب مش هتكون اصابات عظام. احنا عندنا 3 حاجات بتاخد علاج لمده اكتر من 20 يوم. عظام رقم واحد. العاهه المستديمه دي حاجه ملحقه بالاصابه. لا، انا عايز حاجه في اعضاء الجسم. عندنا الاعصاب، الاوتار، العظام. اعصاب، اوتار، عظام، نفتكرهم كده مع بعض، اعصاب، اوتار، عظام. دول بياخدوا علاج لمده اكتر من 20 يوم، يعني بدات في الواحد وعشرين. اقل من كده لا. امتى الحاله اللي عندي واخده علاج 20 يوم تتحول لان هي بقى خلاص هتاخد علاج بعد كده اكتر من 21 وبقت عاهه واشتغل عليها كجنايه؟ الله ينور على حضرتك. لو في انفكشن، لو حصل انفكشن يعني عدوى ميكروبيه، او بقى في عاهه مستديمه، ايا كانت نسبه العجز. لان الماده 241 من قانون العقوبات بتقول حدث عن الاصابه دي عجز يزيد عن 20 يوم عجز بقى عن العمل، يعني انا وقفت مش قادر اشتغل لمده اكتر من 20 يوم ده اسمه عجز. مش معناها عجز ان انا بقيت من ذوي الاحتياجات او ذوي الهمم، او ان انا عندي مشكله بقى خلاص وفي باتر عندي او كده، لا خالص، معناها عجز عن العمل لمده تزيد عن 20 يوم. تمام.
طيب ايه المقصود بمدة العلاج 20 يوم او اكتر من 21 يوم؟ هل معناها ان الحالة لازم تستنى في المستشفى خالص؟ او معناها مدة الاقامة؟ لا، معناها الفترة اللي انا هتلقى فيها العلاج عشان اطلع بتقرير نهائي ان انا خلاص تم شفائي بالكامل. تمام، دي كل حاجة عن التقرير الابتدائي. التقرير النهائي مش هيطول عن كده، ولكن فيه فروق شوية. التقرير النهائي بيكون فيه هنضيف على الاخصائي او مساعد الاخصائي ومدير الاستقبال رئيس القسم، رئيس القسم ومدير المستشفى مش مدير الاستقبال. تمام، يبقى احنا كده اخصائي او مساعد اخصائي ومدير المستشفى ورئيس القسم، بقى جراحه عظام، جراحه عظام، ايا كان، فده اللي بندخل عليه بعد كده، ولازم الثلاثه يكونوا موقعين. طيب انا ما لقيتش التقرير الطبي مطابق للحاله، بعمل ايه؟ في اجراءات باخدها. التقرير الطبي بيطلع من المستشفى، واحيانا في التقرير النهائي بيقول مع الرجوع لراي الطبيب الشرعي، لان الاطباء اللي في المستشفى استشاريين او اخصائيين، مش اطباء شرعيين، مش من اطباء مصلحه الطب الشرعي، فممكن نرجع لهم تاني، وده بطرق يعني زي كده بنعترض على القرار ده. احنا القرار طالع من المستشفى فبنعترض في مديريه الصحه، طب القرار طلع فيه برضو لبس، فيه مشكله، فبعترض اخر حاجه قدام وزاره الصحه. تمام، يبقى احنا عندنا خطوات، بيطلع من المستشفى التقرير، بعترض عليه في مديرية الصحة، بعترض عليه في وزارة الصحة، دي الخطوات بتاعت الطعن عليه. لا، مش متحدد لها مدة، لا القرار ما حطش مدة فيها، ما تحطش مدة فيها. لو حد وصل لمعلومة او نعمل سيرش، ولو حد وصل لحاجة يفيدنا ويفيد زمايلنا بيها. تمام، دي من طرق الطعن على القرار الخاص بالتقارير الطبية. المفروض ان انا اكون شايف ختم النسر على التقرير الطبي، طب ما لقيتوش، بس لا، بيتكتب تم اصدار القرار بعد التقرير بعد الساعة كذا، او بعد اوقات العمل الرسمية. في الحالات التقرير صحيح، ما ينفعش اطعن عليه. ليه؟ لان فعلا ختم النسر بيتشال مع المسؤول عن ختم النسر، الطبيب المسؤول عن ده. طيب مش هوقف حال عشان خاطر التقرير بتاعها الابتدائي عشان ختم النسر، فالطبيب المصدر التقرير بيوقع عليه وبيكتب تم اصدار التقرير بعد الساعه 2 او بعد مواعيد العمل الرسميه. تمام، انا عشان بس ما كنتش سايبه لكم حاجه فيها. الطبيب اللي بيصدر تقرير طبي بدون يعني مخالف لاداب المهنه بيتعرض للحرمان من اصدار التقارير الطبيه والشهادات، وبيتم ابلاغ مننا احنا كمحاميين، بنبلغ النيابه وبتاخد اجراءاتها القانونيه معاه في اتجاهه. بس هو اول حاجه بيتحرم من ان هو يصدر شهادات او تقارير طبيه بعد كده. نعم، هقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي انا رحت، انا من زمان وانا واقع على ايديا وعندي كدمه في الحته دي، والكدمه دي عامله لي خياطه ومسببه لي شده في كوعي، فما بعرفش افرده. تمام، فرحت انا بلغت في استاذه ميري اللي انا ما بشوف بيني وبينها عداوه كبيره قوي، فرحت عملت فيها بلاغ، فالدكتور عرف ان الشكل الجرح قديم، فعمله لي، عمل لي تقرير، عمله لي جديد. فالاستاذه ميري هتتجازى فيها، هتاخد حكم فيها، لانها دلوقتي سايبه لي عاهه، مع انها الجرح اصلا قديم وملوش علاقه بحاجه خالص، فبالتالي ده كده مخالف للمهنه. عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ اي اللجنه الثلاثيه بتاعه الفحص اللي احنا بنقول عليها. بس مش اي حد هيعرف كده الا لو استاذه ميري عارفه فعلا ان الجرح ده قديم وان هي ما عملتش. في ناس بتسلم، في محامي ما بياخدش باله من تقرير الطبيب اصلا، لان في صفات للجرح الحيوي والجرح الغير حيوي، وفي صفات لكل جرح بعد مده معينه. يعني الكدمه بلاقي لها في الاول لون، بعد كده بتتغير وهكذا، السحاجات نفس الكلام بلاقي لها تغيرات. تمام، هو المفروض ان احنا بناخد بالنا من التقرير الطبي اللي صادر قدامنا، من الشكل بتاعه والاركان بتاعته، الحاله اثبتها صح ولا لا بالنسبه لصوره البطاقه بتاعته لو موجوده، او اتعرفوا عليه ازاي. باخد بالي من الناس اللي موقعه، الاطباء، هل هم لهم اهليه التوقيع وولايه التوقيع على العقد ولا لا. بالمناسبه اهليه التوقيع يعني لازم يكون طبيب حكومي، مش طبيب خاص، طبيب حكومي مسجل في مستشفى في وزاره الصحه.
تمام. ده الطبيب اللي ليه الأهلية ان هو يوقع، ولازم الأهلية وقت التوقيع، يعني ما ينفعش يكون ايوه تمام، وما ينفعش يكون عليه جزاء تأديبي ان هو ما ينفعش يمارس. نعم لا مش وانا واقف، يعني مثلا انا مسكت التقرير في ايديا فببدأ أسأل بقى هو الطبيب ده فعلا في المستشفى، طب هو موجود، طب مواعيد شغله ايه، لازم يكون في المستشفى، ما هو ما تروحلوش عيادته، ما هو عيادته مش هتاخد معلومة، لا لازم في المستشفى او المكان اللي طلع التقرير. حلو السؤال بتاع حضرتك، في حاجة انا قدامي تقرير هعرف ازاي ان هو صحيح ولا لا؟ ليه؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان الاطباء ما بيجددوش دايما الكارنيهات بتاعتهم، فممكن ما تلاقيه اخصائي وهو مش اخصائي اصلا كمان. لا هو الاول خالص لما بمسك التقرير في ايديا وعايزه اتاكد هل ده طالع من المستشفى ولا لا، في دفاتر في المستشفى، دفتر بيتسجل فيه كل التقارير اليوميه اللي بتطلع. الاصل بيروح للجهه اللي طلبت التقرير الطبي، والصوره بتتحط برقم كودي موجود، ارقام ليهم متسلسله في الدفتر، المدير بيبص عليها يوميا، بيشيك عليها بالمعنى التاني، يعني هو بيشيك على الشغل هل ده سليم ولا لا. طيب انا معايا تقرير صادر في يوم كذا في الساعه الفلانيه اللي كان جايبه فلان واللي اوقع عليه فلان، طب انا شاكك في امر التقرير ده، التوقيع ده مش توقيع مدير المستشفى اللي انا بشوفه اصلا، فبروح لو سمحت انا عايزه اتاكد بس التقرير ده صورته موجوده ولا لا. موجوده تمام، خلاص هي كده طالما موجوده يبقى تطلع بشكل رسمي، مش موجوده لا ده انا هاخد اجراءاتي بقى، ببدا اخاطب بقى النيابه، ولو انا قدام المحكمه بطلب تصريح وهكذا، وبنمشي في اجراءات تمام. فانا عشان اتاكد ان التقرير صادر من المستشفى الفلانيه اللي موجوده قدامي توقيعاتها، بروح للمستشفى في دفتر قيد التقارير الطبيه. تمام، في حد ليه اي سؤال في التقارير الطبيه؟ نسبه كبيره اللي بيحصل في بتاريخ الواقعة نفسها، يعني انت ما بتبقيش حاضرة وقت ما التقرير يتعمل. هو مش المحامي ملوش أي دور وقت التقرير بيتعمل؟ تقرير لا، يعني مش قصدي، أنا لو شايف التوقيع قدامي قبل كده وبروح أنا بضاهي ده بده، أنا قدامي ورقة وعايز أثبت هي دي ولا لأ. لو رحت العم محمد بتاع البوفيه واديتي له 50 جنيه، هتقول له انا عايز اشوف بس، عايز ادخل لفلان، مش اكتر من كده يعني، ما عادش 50 صح يا استاذ حسين؟ تاني كده يا استاذنا؟ التقارير الطبيه منظومه الصحه اللي بيعمل تحليل عشوائي على طول، التحليل المطبق تمام، ده مندوب من الصحه صح؟ المفروض وظيفته ايه اصلا؟ يعني التايتل بتاعه وظيفته مسمى الوظيفه. لا هي ما عنديش المعلومة، لا لا لا، ما ده بيبقوا التحاليل خاصة بالفن معمل أو كيميائي، ما لهاش حاجة تانية، ما ينفعش طبيب إلا لو باثولوجي بقى بيشتغل فعلا في معمل، الطبيب ملوش علاقة بأي حاجة خاصة بالتحاليل الكيميائية. احنا لما بنلاقي في مصلحة الطب الشرعي هتلاقي كيميائي، كيميائي تحاليل طبية لا ممكن تطعن عليه. طب وبالنسبه للاخصائي بقى الطب الشرعي مين اللي متصل حاجه زي كده؟ انت بتروح مصلحه الطب الشرعي وبتطلب ان انت تعمل تاني بخطاب رسمي ان انت تعمل تاني سحب عينه وتبدا تثبت تاني ان لا بعد مرور قد ايه حسب بقى، ما اعرفش، ملهاش علاقه بالمده، هي لها علاقه ان انت التقرير الصدر بتاعك وتروح تعمل. اصل في حاجه، في ناس بتفكر في المده عشان اللي بياخد فعلا وبيتعاطى حاجه بياخد حاجات عشان تخلي مفعول الماده المخدره تروح، ما ده بيحصل. حاجه بقى بالنسبه للمحامين بتوع جدول عنده يروح يقدمه في المقاومه بياخد استماره الطب الشرعي عشان يروح يجي الطب الشرعي عشان يكشف عليه يقول ان هو ايجابي علشان احنا نأيده بنقابة وما فيش فيه. بيجي يعني يوميا تحليل سلبي، محامين جايين تحليل بتاعه الطب الشرعي بعد سنة والتحليل دي سلبي، ده هيتقال ازاي؟ تحليل ايجابي، تحليل ايجابي ايوه ايجابي يا جماعه، اسمع بقى انا هقوله اهو، ما تسمع ايه تقل تاخد حاجه نظيفه ايه تقل فلما بيجي لنا التقرير دي ايجابي فبيجيب على ملف التقرير بتاعه هو وده ايجابي، طب هنعمل فيه ايه؟
هيرجع ما انا هقول اقول لك هيعمل ايه. بيرجع بقى بيجي لنا وبيقول لي انا يعني انا بمضي في حاجاتي فايه يراجع فبيقول لي تعالى اجاوب له لا خلاص مش فبيروح بقى يكشف تاني وياخد اجراءات علشان يجي يكشف تاني في الشرع تاني ويلاقي ان هو سلبي. يلاقي ان هو سلبي اه سلبي ما عندوش حاجه. ما خلي بالك يا سيدي ما بتدونش الا بقى في حالات تانيه بتبقى مدمن خلص بقى ما عندوش حاجه تانيه. لكن احنا عندنا هنا في والمحامي بيجي ويجيب تقرير تاني من الطب الشرعي ويقول لك ده سلبي ومن هو المحكمه ده كلامك انت بقى المحكمه هتعتد بالتحليل التاني اللي انا هعمله بعد فتره معينه لو صدر من جهه الطب الشرعي هتعتد. بص يا باشا بص يا باشا المحكمه مش بتاعت مش المحكمه المحكمه احنا بنقول احنا كنقابه ده المحامي ده جاي عندنا واحنا لنا في سبب جوهري ان هو بيتعاطى الماده المخدره خلاص مش جايين فهو الطب الشرعي بيبعت لنا فبنلاقي ده تقرير ايجابي فاحنا بقى هو بنقول له لا مش هنعيدك خلاص بص بقول له لا فبيجي تعالى فين كذا 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 فبيروح يرجع تاني للطب الشرعي في خطاب رسمي وايه عم اذا كان ده حالته ايجابي ولا سلبي فبيقعد فتره وبيتعالج ويرجع تاني ومعاه تقرير الفتره دي بقى ايجابي الايجابي ده بقى سلبي هو قصده الفتره بتاعت الطعم اقول لك في واحد بسمع انا هقول في واحد في بعض الناس بيكون رايح يأدي في مجلس الشعب وكله بيعمل تحاليل بيروح المعمل ياخد كده شويه حاجات وخلاص يبقى سلم ومش سلم الحاجات دي حاجات اسمها اصلها مش حاجات مستمره يعني انما الثاني بقى اللي هو المدمن اللي اثر على قواه العقليه واصبح غير قابل على التصرف وكان تكون خلاص مش مشكله. اما الحاجه العرضيه دي خلاص يعني مش هي اللي بقى جريمه هي جريمه عرضيه وتخلص ومفيش فيها اي مشكله. هنا بقى لما نقول للدكتوره طب هم ما بيروحوش دي بقى لا هو بيبقى تبع الكيميائي وممكن حضرتك تطلب فعلا خبير كيميائي او كيميائي خاص من مصلحه الطب الشرعي يسحب عينه تانية وياخد بيها بس الماده لا استاذ بيقول مفيش عندنا في القانون 45 هي 40 بقى 40 انت قصد حضرتك انسحاب الماده دي المخدر نفسه لا كل حاجه لها ميعاد كل حاجه لها مده اه ما انتوا هتستغلوها غلط هتستغلوها غلط معلش ده احنا النهارده بقى عندنا 100,000 نوع من انواع الجوهر لا ده لا ده الحديث عدى الجوهر القديم قديم جوهر الحشيش دي تلاقيها في التقارير بتاعت المحاضر ده في المحضر يا جماعه احنا كده خلاص انا لقيت بس صوره اهي من التقرير الطبي مش هينفع اعرضها على الشاشه ده الجزء اللي احنا قلنا عليه الفوقاني ده اللي هو انتوا شايفين كده تمام الجزء الفوقاني ده الخاص بالبيانات بتاعه صاحب الخطاب او موجه الخطاب اللي هي في الغالب يا اسم الشرطه يا النيابه ومندوب الشرطه والحاله اللي دخلت الجدول ده بيكون فيه الاصابات ووصفها هل هي كدمه والاله المحدثه ليها ايه بالظبط كدمه ولا سحجه ولا مثلا سحجه هرسيه ولا مزعيه ايا كان النوع وعادتها ومكانها مكانها طبعا الجسم احنا لما بنيجي نحسبها هنقولها طبعا في الاصابات الخاصه بتاعه الاصابات اللهم ذكرني الاصابات الناريه هنقولها بالتفصيل عشان الوقت بتاعنا في حاجه اسمها الخط المنصف للجسد ده بالنص وبنقول بقى على وصف الاصابه ومكانها فين ووضعها فين من الخط المنتصف ده ووصفها بالظبط ايه وعاداتها ايه تمام دايما عشان نكون فاكرين ان هيكون في حاجه اسمها الجهه الوحشيه والجهه الانثيه في وصف الاصابه الوحشيه خليكم فاكرين انها دايما لبره والانثيه لجوه بمعنى انثيه العين اللي هي المنطقه دي وحشيه العين اللي هي دي انثيه الدراع دي وحشيه الدراع دي تمام نفس الكلام في الجسم كله اما نوصلها بالتفصيل ان شاء الله في الاصابات وهجيب لكم الرسمه الكروكي بتاعها عشان تكون واضحه معاكم ان شاء الله هندخل دلوقتي على الجزء اللي هو يعتبر عملي الخاص بالاصابات والجروح جاهزين تمام اول حاجه هنبدا اول حاجه بتعريف الجرح
هو حالة انقطاع لاستمرارية الأنسجة نتيجة للتعرض لصدمة شديدة جدا، أو فيما معناها أن كان في عنف واقع على المنطقة دي. الصدمة دي بتكون نتيجة يا إما آلة حادة أو جسم راد، جسم راد خشن أو جسم راد ناعم أيا كان، كل حاجة بتدي وصف للجرح بتاعها. معنى إيه انقطاع للأنسجة؟ يعني يا إما تحت الجلد يا إما فوق الجلد في الأنسجة الداخلية اتقطعت. في معلومة هنقولها عشان هنحتاجها بعد كده، اللي برة دي اسمها البشرة، اللي هي دي اسمها البشرة، واللي تحتها على طول الأدمة، تحت البشرة على طول اسمها الأدمة، تمام؟ بيكون يا إما تحت البشرة يا إما في الأدمة نفسها، تمام؟ بيكون في انسكاب، لو مقطوع هيبقى جرح قطعي بعد كده ونعرف الآلة بتاعته. هي دايما بتكون آلة حادة يا إما بنصل واحد أو نصلين، أو إن هي جرح أو سحج أو جرح ردي بيكون من خلال الاصطدام بجسم راد خشن، تمام؟ طيب هنعرف أنواع الجروح وهي مكتوبة قدامنا، فما عنديش استعداد ان انا اسأل فيها طبعا، بس هسأل في معناها. احنا عندنا يا اما جرح بسيط يا جرح خطير يا جرح مميت. احنا اتكلمنا من شوية عن الجروح واحنا بتكلم عن التقارير الطبية، تمام؟ حد يقول لي الجرح البسيط اللي هو يعتبر زي ايه؟ نرفع ايدينا، احنا محاميين. رفعت ايدك يا استاذنا؟ اللي هيرفع ايده هيجاوب، اللي عنده المعلومة صحيحة اتفضلي يا استاذة ميري. يعني مش محتاج جرح سطحي، جرح في طبقات الجلد الخارجية، تمام؟ طب ما انا عندي كدمة في عينيا ونزيف، مش محتاج جرس ده؟ ايوه عندي الكدمة جوه عينيا، بس هتعمل عامله لي نزيف جوه عينيا وهتاخد مدة. حد عنده اجابة تانية؟ يعني مدة علاجه اقل من 20 يوم. تمام برافو، مدة علاجه اقل من 20 يوم ما لم يحدث مضاعفات، عشان نكون واضحين في النقطة دي. هو الجرح السطحي اللي بيلتئم بسرعة وبيحتاج مدة علاج أقل من 21 يوم عشان ما نلخبطش، وما لم يحدث إصابات، يعني ما حصلش انفكشن، ما حصلش إن احنا خلاص هنتدخل تاني، ما حصلش بتر، ما حصلش عاهة مستديمة بعد كده. في جرح خطير، الجرح الخطير ده بيكون اتساعه أكتر شوية من الجرح البسيط، بمعنى ان هو بياخد مساحه كبيره من جسم الانسان، بياخد فتره علاج برضو طويله، علاج فتره علاج قويه شويه، وبيعدي نعم وممكن يحصل فيه مضاعفات وبيعدي ال 20 يوم. يعني احنا بدانا في ال 21 نقدر نقول ان الجرح خطير. طيب الجرح المميت زي الليمب ما بيقول جده ميت وجده ميت، تمام؟ هو هيموت عاجلا ام اجلا، هو جرح مميت، يعني هيموت في فور وقوع الاصابه او هيموت بعد فتره قصيره، تمام؟ فده جرح مميت. في الغالب بتكون زي الاصابات في الصدر مثلا، اللي هي النافذه للغشاء البروتوني جوه البطن، ده الجرح النافس ده فعلا مميت. اتفضل. حسب احنا هندرس الدعوة ازاي وحسب هنثبتها ازاي، لو اثبتناها وما فيهاش اي اخطاء طبية لا ما بتتحولش. يعني انا ما جيش على ان انا كان حصل لي حادثة وعندي عين ما بشوفش بيها، نظري ضعيف اللي هي موجودة شكل، تمام؟ دي حاجة بناخدها في نسبة العجز، انا عينيا موجودة كشكل بس ما بشوفش بيها، بس هي شكلها حلو وجميل وسليمة، تمام؟ ولكن عملت حادثة وعينيا دي اتصفت فما بقتش موجودة شكلا، هل ده هحول ان هي جناية؟ لا. لو انا مثلا حصل قطع بسيط بس الاجمالي المجني عليه في علاجه حصل غير المجني عليه، ده احنا بنثبت ان ده على المجني عليه وفي الاخر ما بيحولش. احنا بنتحاسب على الاصابه نفسها اللي الجاني فعلها، تمام؟ هنلاقي برضو ان احنا انواع الجروح دي بنحس طبيعتها، احنا قلنا بسيطه، بسيطه اقل من 21 يوم، الخطيرة متسعة أكتر وأكتر من 20، والمميتة مميتة، تمام؟ هنلاقي بعد كده من حيث كيفية حدوثها عندنا ثلاث أنواع: جنائية، انتحارية، دفاعية، عرضية، تمام؟ طبعا هي المعنى بتاعها واضح. انتحارية في عندي مشاكل اقتصادية أو نفسية أو ثانوية عامة خلتنا ننتحر، خلتنا ننتحر بأي شكل من الأشكال، والجروح الانتحارية بيبقى ليها مواصفات معينة.
بالنسبه للجروح العرضيه دي مثلا انا واقفه في المطبخ فوقع عليا الزيت فبقى في عندي حرق، ده جروح بالمواد الطبيعيه فده حرق، ده جرح عرضي. انا بعمل بنظف فوقعت على حديد او عمل لي سحجه كبيره ده عرضي. وقعت على سيخ حديد او في سيخ حديد وقع عليا ده عرضي، تمام. بنعمل بقى الدعوه الاتجاه التاني بتاعنا اللي هو مين المسؤول عن السيخ اللي وقع ده، لكن لو انا اللي وقعت وخطأ مني انا دي حاجة عرضية، تمام. الجروح الجنائية دي بقى بفعل فاعل، انا خلاص بيني وبين استاذة ميري طار فبرضو فمش هسيبها، مش هسيبها غير لما اعمل لها اصابة. تسلميلي يا رب. فاتفضل. مش لازم مع سبق الاصرار والترصد، بس في اشتباه جنائي، شبهة جنائية، تمام. فده من حيث النوع بتاعها، من حيث كيفية حدوثها. هنلاقي بعد كده من حيث الآلة المحدثة لها، هنلاقي ان احنا عندنا الجروح الناتجة عن آلة ردة، وهتكون زي السحاجات والكدمات والسحاجات الردية والجروح التهتكية والجروح الهرسية والجروح المزعية، هنعرف تفاصيلهم قدام، بس هناخدها كمصطلح كتصنيف حسب الآلة المحدثة. جروح من آلة ردة، سحاجات، كدمات، سحاجات ردية، جروح مزعية، جروح تهتكية. بعد كده هنلاقي الجروح الناتجة عن السلاح الأبيض، ودي بتكون جرح قطعي، وبيكون يا إما السلاح الأبيض ليه نصلين يا إما نصل واحد. السلايد واضح؟ طيب تمام. يا اما بيكون لها نصلين حادين زي الخنجر، او بيكون لها نصل حاد واحد زي السكينه العاديه، تمام. بنلاقي بعد كده الجروح الناريه، وبيكون عندنا شكلين في الجروح الناريه، فتحه، حد قرا محاضر قبل كده، فتحه دخول وفتحه خروج. طيب هنشوف صوره كده للدخول والخروج عشان كل حاجه لها مواصفاتها. دي يا جماعة الفتحة الدخول اللي هي الصغيرة، وفتحة الخروج اللي هي لا ال 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 الخروج الصغيرة، والدخول اللي هي الفتحة الكبيرة. كف الايد من جوة، احنا جايبين كف الايد بس عشان محدش عشان البنات. تمام. من جوة هنا فتحة الدخول، وحنلاقي فيه الدم، في رصاص كتير طالع من الدم، وفي فتحة الخروج هنلاقي ان هي طالعة لبرة، الرصاص طالع لبرة، تمام. دي فتحة دخول وفتحة خروج برضو، بس في مكان واحد، وكانت واخدة طول. في احيانا بنلاقي في الاصابات النارية المفتعلة اللي هي ما بنلاقيلهاش حاجه، اللبس بتاع المجني عليه ما لهوش اي اصابات، ما لهوش اي شكل، ده معروف ان هي مفتعله، اللي هو بمعنى ان مثلا كان في واحد من حبايبنا الصعيده عايز ياخد طاره من الاستاذه ميري برضو، فراح ضرب بالبندقيه او ضرب بحاجه خفيفه رش يعني، ضرب ولبس، عمل عايز يعمل بقى العبايه بتاعته نفس الشكل، راح عملها بقى هو الاصابه في اليمين عملها في الشمال، فهو قال انه صعيدي فعدوه يعني. تمام. دي يا جماعه فتحه، ها حد هيقول دخول، تمام. اشمعنى دخول بقى؟ تمام. احنا هناخد مواصفات فتحة الدخول والخروج في الاصابات النارية، بس هي فعلا هي دي عن مسافة قريبة، وبنلاقي فتحة الدخول اغلب المخرجات واطلاق الحاجات الخارجة من السلاح الناري، الفتحة بتكون اصغر من الخروج، لان على الرصاصة ما بتعدي وبتمر بتصطدم بعظام الجمجمة وبتعدي في الممر بتاعها، فعلى ما بتطلع بتكون قوة الاندفاع بتاعها اضعف. برافو عليك يا استاذ. فبيكون القوة اضعف شوية فبتطلع بقى العظم فبترشقه لبره شوية، تمام. المواصفات بتاعتها هنقولها في المحاضرة الجاية بإذن الله. نرجع بقى لمحاضرتنا تاني. زهقتوا يا جماعة؟ ناخد بريك او حاجة؟ تمام. يلا عشان نروح. تمام. هندرس بالتفصيل الجروح الناتجة عن آلة ردة، واول حاجة فيها السحاجات. حد عنده تعريف السحاجات؟ حد يعرفها؟ حلو. تمام.
ايه الشباب فين؟ طب البنات لسه ما ذاكرتش؟ الناس اللي نزلت تدريب وقرت محاضر بقى وجنح وحاجات زي دي لسه، حاجات موجوده في محاضر كتير. تمام، ما هو الاستاذ قال كده عليها من شويه. السحاجات هي عبارة عن جروح سطحية نتيجة الاحتكاك بسطح خشن راد، لازم يكون خشن، يعني ما تجيش تبقى في السيراميك كده وتقول ان انا كده في سحجة. الاسفلت، الارض، ممكن لو سلم خشن، تمام، البياض بتاع المباني من برة، اي سطح خشن ده بيكون جسم صلب راد خشن بيعمل السحجة، عشان في جسم صلب راد ما بيعملش سحجة، بيعمل كدمة. تعتبر دي من ابسط انواع الجروح وبتلتئم بسرعه وما بتسيبش اثر. احنا بنلاقي لها في يعني كذا حاجه ورا بعض في الالوان بتاعتها. اول حاجه في اول يوم بنلاقيها ان هي لونها احمر مدمم، فيها مصل دموي، لونها اللون اللي هو لون الزيت محمر شويه كده، واخد على لون برتقاني شويه، تمام، ده بيبقى مصل. بعد يومين بتعمل قشره دمويه، بعديها بعد من يومين لخمس ايام القشره دي بتتشال وبتنشف، وبعد كده بتقع وبتسيب مكانها علامه حمراء بتنتهي بعد فتره، مع 3 اسابيع تقريبا بنكون انتهت خالص. السحاجات هنلاقي فيها تحتيها حاجات كتير برضو، هنلاقي تحتيها الخدوش زي ما احنا شايفين كده، دي خدوش طولية زي اثار الضوافر او حوافر الحيوانات او المسامير، اي حاجة مدببة. طيب احنا هنلاقي الخدوش دي كاظافر بنلاقي لها كذا شكل، بنلاقي لها كذا شكل. الضوافر بتاعتنا ممكن تعمل شكل سحاجات عاملة ازاي؟ خرابيش. طيب تمام، فيها ممكن تدي شكل اصابات تانية؟ لا، ممكن تلاقي هنلاقيها في السحاجات الضغطية او الطبيعية، لا هنلاقيها مكان الخربشة كده بتعمل سحاجات هلالية، دي بس دي ضغطية. تمام. الخدوش بتكون طولية، في الغالب بتكون متوازية لو هي من خلال اظافر، لو مسمار بتكون خطوط طولية برضو مش مموجة، زي برضو الدبوس، المسمار، الاظافر، الحوافر الحيوانات. بعد كده هنلاقي زي ما احنا شايفين في الصورة، انتوا تقريبا دي واضحة، وهنلاقي ان في 4 جنب بعض وفي 1 لوحده. اخدنا بالنا؟ تمام. بعد كده هنلاقي السحاجات الاحتكاكيه نتيجه الاحتكاك بسطح خشن زي الاحتكاك بالارض، السلم، قلنا حاجه من شويه تانيه برضو، الاسفلت، ايوه تمام، انا كنت بفتكر الحوائط الخارجيه، اي سطح خشن راد هنلاقي ان احنا بيكون عندنا سحاجات احتكاكيه زي ما هم ظاهر في الصوره. ودايما بنلاقي اتجاه الاحتكاك ده لو الجسم ثابت بيكون عكس اتجاه الجسم، بمعنى ان انا ببدا بشده وبعد كده بتخف شويه لو انا اللي بتحرك، لو الاله بتتحرك بنلاقيها مع اتجاه جسمي. تمام. دي حاجة اسمها السحاجات الطبيعية مش الطبيعية. الطبيعية اللي هي بتعلم زي الخد بتاع البنت الصغيرة اللي قدامنا الصورة اللي في النص، طبيعية يعني سايب طباع وسايب علامة. كمان ممكن نلاقيها في حاجة مهمة جدا اللي هي إطارات العربيات أو العجل، دي بتسيب علامة الكاوتش في أو العجلة بتاعت العربية، بتسيب مكان الاصطدام بتاعها، فبتعمل لي السحجة الطبيعية. طب بستفاد فيها بإيه؟ على فكرة هي معرفش هي سحجة ولا احتكاك، حسب ما بتكون موجودة في التقرير الطبي. الحزام الأمام بتاع العربية ده مهم جدا جدا، أنا بشوف يعني أنا بستغرب السواقين بيفكوا الحزام واحدة في الطريق ويربطوه ساعة الرادار. لا قدر الله لو في حادثة بنعرف السواق وبنعرف الناس اللي قاعدة في المقعد الأمامي، لو هما الجثة ما فيهاش أي معالم خالص، من خلال طبعة الحزام، فانا بعرف ده قاعد على المقعد اليمين ولا الشمال، طب قاعد ورا ولا قاعد قدام، بقدر اتعرف عليه. او عمليه الاستعراف بتتم من خلال العلامه الطبيعيه الخاصه بالحزام بس. ففي ناس كتير بتهمل ده، هم مش مقدرين ان يكون في حادثه او يكون، بس دي حاجه بتاعت ربنا ووارد تحصل في اي وقت. فحزام الامان غير ان هو امان، ده هو مفيد فيما بعد اللي الناس تعرفك وتكرم مثواك زي ما بيقولوا. لو كان مثلا على لبس خفيف فاحتك جامد بالجسم فده ممكن يكون احتكاك. ما انا اول ما اتكلمت خالص قلت حسب تقرير الطبيب، هو هيشوف اذا كانت عملت خدوش او عملت طباعه في الاول ولا يعني تحت الجسم بس
لو تحت الجلد بس يبقى ده عندنا كدمه. طيب فيها سائل مصلي طلع يبقى احنا كده عندنا ها سحجه. تمام. فاحنا حسب التقرير ما بيشوف. ما انا لو روحت ما مثلا مش ساعات حضرتك بتقعد تشد في خيط او حاجه وتلاقيها دبحت صبعك او دبحت ايديك ايه؟ لا مش فتره. حضرتك هات خيط طياره وهشد دلوقتي وهعورك. تمام. ففعلا في قوه حسب قوه الحادثه حسب قوه اندفاع العربيه. ما دي حاجه مش بايدينا. فانت عشان كده انا قلت حسب التقرير ما هيطلع هل هي كدمه ولا سحجه. سحجه لو انا مثلا في ناس بتبقى نازله المصيف لابسه الشورت بتاعها بس لو شباب مثلا والحزام على الجسم مباشره مش هيعمل لي سحجه؟ هيعمل سحجه. بس هو ده اللي انا بتكلم فيه. عشان كده انا دققت قوي في ان انا اقول وانتوا كمحامين المفروض تكونوا بتدققوا برده. وانا بقول ممكن تكون سحجه وممكن تكون كدمه حسب تقرير الطب الشرعي. ما هو بيدقق ده عايز يوقعنا. تمام. انا بحب المناقشات وما ما عنديش اي مشكله خالص. المهم ان احنا نطلع بالمعلومه صحيحه. تمام. السحجات الضغطيه زي ما قلنا من شويه يعني احنا عندنا هنا في حالات اسفيكسيا الخنق. اسفيكسيا يعني كتم النفس عشان لما نيجي نقولها في اي حاجه بعد كده نبقى احنا عارفينها. اسفيكسيا الخنق او الشنق. الشنق اللي هو بيشنق نفسه لكن الخنق اللي ده بفعل فاعل بقى. تمام. دي بنلاقي ان في علامه ضغطيه مكان زي ما احنا شايفين في الصوره الاولانيه. هنلاقي تحت الرقبه هنا في علامه الحبل وبيكون باين فيها عدد الجدايل بتاعه الحبل مثلا او مواصفات الاله اللي احدثت ده. لو سلسله هعرف ان دي سلسله. لو حبل هعرف ان ده حبل. لو سلك كهرباء هعرف ان ده سلك كهرباء. الصوره الثانيه دي تعتبر حاجه نفسيه اكتر سايكولوجي يعني مش حاجه طبيعيه. بس انا حطاها هنا عشان تبين في حالات ان انا بخنق فهلاقي ان في عندي سحجات طبيعيه موجوده بالاربع صوابع دول هنا حسب الاتجاه. لو انا بستخدم ايديا اليمين هتبقى الاربعه شمال والابهام لوحده والعكس بقى حسب الايد اللي احنا مستخدمينها ايه. تمام. فده بتبين ان العلامه بتبان مكان الخنق بتاعنا في انهي ايد بالظبط. كمان ممكن وانا بخنق بلاقي العلامات بتاعه الضوافر بتبقى هلاليه اربعه وواحد برده وممكن ده يكون مش موجود بس الاربعه دول الاكيد اللي ظاهرين. في كمان سحجات ضغطيه ان انا لما بضغط بالضوافر بتعمل لو ضوافر طوله هتديني شكل مثلث. من خلال الضوافر دي احنا بنعرف حاجات كتير جدا. الايه؟ مسحه الدي لا هي مش كده خالص بقى. هو انت وصلت للنهايه. احنا بناخد الضوافر لما بنكون بنعين مسرح الجريمه بناخد الضوافر وبنجمع الضوافر الصح كل ضوفر في كيس لوحده او كل ايد في ايد في كيس لوحدها وبنفحصها ونطلع منها حاجه اسمها التيشو. التيشو ده اللي هي الخلايا اللي موجوده هنا. يعني انا قاعده بعمل كده هو في دخل خلايا هنا دي اللي انا اقدر اوصل منها للدي ان ايه بتاعي بقى. زي بالظبط السحجه العضيه احنا هنلاقيها في الصور اللي بعد كده. السحجه العضيه دي بيكون فيها طبعه السنان. احنا شايفين طبعه حيوان وطبعه عضه حيوان وعضه انسان. شايفين يا شباب؟ تمام. السحجه العضيه او العضه دي بتبين لي حاجات كتير جدا. انا لو ليا تاريخ او هيستوري عند طبيب اسنان بقدر اعرف ده اسنان مين بالظبط فاتعرف عليه. طيب ما عنديش بقى ده مش مركب حاجه واسنانه بتاعت ربنا هي ما راحش للدكتور اسنان خالص. باخد اللعاب وبيتحلل وبرده بطلع منه بالدي ان ايه بتاعه وبعد كده بقدر اوصل اتعرف على الجاني مين. التفرقه ما بين عضه الحيوان وعضه الانسان بنلاقي عضه الانسان مكوسه بس على فتحه. الحيوان واخده شكل مطول اكتر. لو اخدتوا بالكم هتلاقي في عضه الحيوان واخده استداره يعني زاويه كبيره شويه. الثانيه بتبقى مفتوحه اكتر يعتبر زي القوس اكتر. تمام. هو احنا ممكن من الشكل العام كده حسب بقى ما الانياب وعدد السنان دي ممكن بتبقى تفاصيل اكتر بقى ان انا بس من النظره الاولى من غير ما عد انا هعرف كده دي بتاعت حيوان ولا انسان. تمام. السحاجات اللي احنا قلنا عليها لها اهميه طبيه شرعيه عشان بما ان الجزء ده نظري فاحنا هنقراه بسرعه بس اللي عايز يناقش في حاجه يتفضل يرفع ايده. اولا وجودها دليل على العنف والمقاومه. مش هلاقي سحجه موجوده الا والجسم ده اتعرض لعنف. هل عنف عرضي هل عنف دفاعي هل عنف جنائي هو في الاخر اسمه عنف. يمكن من خلالها معرفه الاله المحدثه لها لان احنا لما بنلاقي شكل الاله في الات بتسيب العلامه بتاعتها
زي مثلا الهروات مثلا، او الهروات دي اللي هي بيمسكوها بتوع امن الدوله في المظاهرات، بتبقى عصايه كبيره كده دايما بتسيب، او الشومه، ماشي تمام على راس الشومه يا جماعه الايه تمام. انا اعرف ان عصاية الهوكي من خلال المسافات بتاعتها، لان من طرفها رفيع ومن جوه اعرض شوية، الشومة تقريبا كلها قد بعضها. احنا بنلاقي منطقة اسمها مركز الاصابة اللي هو بيكون في النص، مفيش اي اصابة خالص، والطرفين بيكون فيهم التجمع الدموي بتاع. بس على فكرة انا دخلت الامور لبس، دي كدمة مش سحجة، دي كدمة يا شباب. عشان نرجع تاني، الآلة المحدثة للسحجة بنعرفها من خلال المواد اللي موجودة فيها. لو احتكيت بالأرض هلاقي مجموعة من الرمال موجودة، أو حاجة من الأرض دي، أو احتكيت بمبنى بيت هنلاقي مثلا جزء من الدهانات بتاعته، احتكيت بالرصيف ممكن أكون في رصيف في مكان معين لسه معمول جديد، أو حسب البيئة المحيطة فيه، فبقدر أعرف الإصابة دي احتكاك بإيه بالظبط. حتى لو بعجل سيارة أو إطار سيارة بعرف شكل إطار السيارة وأقدر أوصل للعربية نفسها. مكان وجودها يدل على الجريمة زي ما قلنا من شوية، في حتة ان يكون فيه تربة رملية، او احنا ضربنا السحجة نفسها تمت في مكان فيه تربية حيوانات، او مكان فيه مثلا نوع معين من الكائنات، ده انا بقدر اعرف ده من خلال الفحص للبشرة نفسها. تساعد في التفريق ما بين الجروح الرضية والقطعية. طب نخليها الجزء ده هنخليه واحنا بنشرح القطعية تمام، عشان ما نشوش نفسنا. بتساعد في التفريق ما بين الرسوب الدموي والكدمات. هنشوف حاجة في الرسوب الدموي عشان يكون عندكم خلفية عن الشكل العام بتاعه. بس دي صورة للرسوب الدموي. ده الرسوب الدموي، بيكون الدم كله مكان النومة بتاعت الجثة ما عدا مواضع الاتكاء، اللي هي هنلاقي عندنا دايما لوحة الكتف والمكان المقعدة بتاعت الإنسان. فهنلاقي ان احنا هنا مفيش دم، مفيش رسوب دموي، لكن لو كدمة هنلاقي فيه دم موجود في الجسم كله. يعني لو الجسم كله متكدم هنلاقيها كلها حمراء، جسم كله احمر. لكن لو الجسم فيه رسوب دموي يعني حالة وفاة، فالكدمة فدي مش كدمة، فده هنلاقيه بالشكل ده، هنلاقي فيه اجزاء غير مفيهاش دم اصلا خالص. هحاول اشوف لكم صورة اوضح شوية. ده بيبي صغير نايم على جنب واحد، بس هو للأسف متوفي، وكان عنده رسوب دموي في الجنب اللي هو نام عليه فترة الوفاة كلها، في أول تقريبا 24 ساعة. فالرسوب الدموي سببه جاذبية الأرض، بتجذب الدم لأن مفيش أجهزة بتشغله، فالدم بيثبت مكان أقرب مكان للجاذبية بيكون مكان ما هو نايم أو متكئ. لو قلبنا البيبي الناحية التانية هنلاقي الحتة اللي نايم عليها كلها بيضة، فده رسوب دموي. طب لو كدمة هنلاقيها كلها حمراء، حتى الحتة اللي نايم عليها برضو هتبقى حمراء واخدة ألوان الكدمات اللي هنعرفها بعد كده. بتفرق برضو السحاجات ما بين فتحة الدخول وفتحة الخروج في الإصابات النارية. إزاي؟ الرصاصة وهي داخلة الجسم بتحتك وبتعمل سحجة، وهي داخلة بتعمل سحاجات رصاصية، هي اسمها بيكون كده، ومعاها حاجة اسمها اسودات بارودي او اللهب الاسود. السحجة دي بتبين لي فتحة الدخول ومش موجودة في فتحة الخروج، لان الرصاصة خلاص قوتها قلت وسخونتها، هي خلاص مش سخنة، فسخونتها اللهب بتاعها قل، فما بتعملش السحجة بتاعتنا بقى خلاص، فبتكون موجودة في فتحة الدخول ومش موجودة في فتحة الخروج. بنقدر نعرف السحجة من خلال السحجة العضية زي ما قلنا من شوية، الجاني من خلال يا إما التاريخ المرضي بتاعه من الأسنان أو تحليل اللعاب بتاعه، فبنوصل للدي إن إيه. لما أكون عايز أعرف فترة السحجات، الحتة دي مهمة جدا، في أول وقت لحصول السحجة بيكون لون السحجة لون الجلد أحمر ومعاه سائل مصلي مدمم. بعد يومين لحد اليوم الخامس بنلاقي ان السائل ده بدأ ينشف ويعمل القشرة المصلية، اللي لما تلاقي مثلا ولد صغير متعرض ليه في حاجة بقت حمرة كده نشفت، بتاخد معانا لحد خامس يوم. من بعد اسبوع لتلات اسابيع بقى بتبدأ تقع، وبعد كده تعمل الندبة الحمرة وبتختفي لحد تلات اسابيع تمام. بعد كده هندخل على الكدمات. الكدمة هي انسكاب دموي تحت الجلد نتيجة الاصطدام بتمزق الأوعية الدموية تحت القدمة.
الشعيرات الدمويه او الانسجه الدمويه تحت الجلد مكان الاصابه نتيجه الارتطام بجسم صلب رد. انا ما قلتش هنا خشن، انا قلت صلب رد وسكت صح كده، لان لو قلت خشن هندخل برضو تاني في حاجات حد مجال للخشن يفتح لي المسام فتطلع المصل الدموي اللي بيطلع، فقلبنا كده بقينا سحجه. بتغير لون الجلد ولها تاثير على الجلد نفسه زي ما احنا شايفين، دي كدمه في منطقه الجلد ودي كدمه تحت العين. سال على ايه؟ طيب تمام. برص؟ لا عادي نتعامل عادي يا جماعه عادي، هو مش كلب ولا قطه مفيش مشكله. يعني احنا سايبين الحاجات اللي فات كلها وخافين من البرص. تمام. اللي بيخاف يطلع بره. نرجع لمحاضرتنا يا شباب. تمام. ده برص يعني، احنا ده احنا نخوف بلد يا جماعه. تمام. الكدمه تحت العين ممكن يكون الاصابه مش في العين نفسها. تمام. ممكن يكون الإصابة في الدماغ بس بتنزل تسمع في العين بعد فترة حسب انت. أستاذة ميري أنا في عدوة من الأول. فممكن تكون الكدمة الإصابة نفسها في الدماغ بس بتسمع في العين بعد فترة، ده احنا بنقدر نعرفه من خلال التقرير الطبي نفسه. تمام. حسب الإصابة فين وأقوال بقى المجني عليه، انت اتخبطت فين، طب دي جت امتى، وممكن نلاقي بعد كده إصابات في أماكن تانية بنلاقيها في السمانة مثلا وخصوصا في منطقة الحوض بتظهر بعدها بكذا يوم ما بتظهرش في نفس اليوم. تمام. الكدمات بتتميز بان هي غالبا بتكون مصحوبة بسحاجات او تورم، بمعنى ان الجسم بيحتك بيكون في احتكاك وتورم. تمام. خلاص. الكدمة بتظهر اثناء الاصابة اذا كان السطح اذا كان سطحيا، وحسب مكان الاصابة في العظام بتعجل ظهور الكدمة، ولكن المنطقة الدهنية بتأخر ظهورها. يعني انا لو ماشي واتخبطت في السرير من تحت في عند القصبة بتبان على طول. ايوة نفس الاحساس ده. لكن لو انا اتخبطت في حتة هنا مثلا حاجة حتة فيها دهون شوية، لا مش هتبان في ساعتها. ساعتها انا مش عارف دي جات لي منين اصلا، مش فاكرة انا اتخبطت امتى. تمام. فدايما المنطقة اللي تحتيها عظام بتتأثر بسرعة بالكدمة. استاذ لو سمحت الصوت. كمان الكدمة بتظهر غالبا في نفس الوقت ما عدا اصابات الرأس ومنطقة الحوض، بتظهر بعد فترة اللي هي اعلى الفخذين، بتظهر دايما لاعلى الفخذين في منطقة السمانة، لكن اصابات الدماغ بتظهر دايما في منطقة العين. تمام. الاهمية الطبية الشرعية للكدمات ايه؟ الطبيعي اي حاجة اهمية طبية شرعية لاصابة في عنف، في عنف وفي مقاومة. تمام. الحاجة التانية مكانها بيدل على نوع الجريمة. انا ممكن الاقي كدمات في المنطقة اللي مثلا هنا في الخنق في كتم النفس، في جرائم الاعتداء على النفس وكتم النفس، ممكن الاقيها بين الفخذين في حالات الاغتصاب، ممكن الاقيها مثلا في المنطقة المؤخرة مثلا في حالة اللواط والشذوذ الجنسي، فهنلاقيها في حسب المكان هيدل على الجريمة بتاعتها. شكل الكدمة كمان بيدل على الآلة المحدثة ليها، زي ما قلنا من شوية لما كنا بنتكلم عن الهروات والشومة والكلام ده. لما باجي اضرب كده بلاقي مركز الضربة ما فيهوش اي كدمات، ولكن الخطين الموازيين ليه زي ما بضرب وبتروح مترطشة كده في جنب، هي بتجمع الدم على جنب الآلة المحدثة لها. لما باجي اضرب مثلا اللي هي المطرقة هلاقيها علامة دايرة في النص ما فيهوش اي دم خالص، ولكن في الاطراف هلاقي رسمة الدايرة، فانا هقدر اعرف المطرقة واقدر اعرف مقاسها، وبالتالي اعرف من الاحداث اللي موجودة في المحضر اللي قدامي اقدر اوظفها بقى صح، اعرف مين اللي كان ماسك دي، طب الاصابة كانت ازاي. فبنسترجع تاني، ودايما خليكوا وانتوا بتقروا تقرير طبي وسعوا خيالكوا قوي على قد ما تقدروا، حاولوا كل حاجة تتخيلوها، اعملوا فيلم كده من نسج خيالكوا، لان انتوا اللي هتوصلوا ده للقاضي. لو ما نجحتوش في ان انتوا تتخيلوا التقرير الطبي في حالة ان هو صحيح، مش هتقدروا تطلعوا بالموكل بتاعكم بنتيجة كويسة خالص. تمام. فنحاول نوسع مداركنا ونتخيل. مسرح الجريمة المفروض بيكون فيه تصوير فيديو وتصوير فوتوغرافي، اللي هو المصور الجنائي ده دايما بيحافظ على شكل مسرح الجريمة، عشان دايما بيكون فيه تغيرات. فلما بعوز انا عايز استرجع تاني الاحداث كلها قدام القاضي، لو طلبت تقرير المصور الجنائي هيجيب لي الصور تاني، فهقدر اعرف واستنبط منها اللي انا محتاجه. تمام. في حاجات بيكتبها التقرير الفني زي مثلا الكيميائي،
ريحه المسرح الجريمه اول ما بيدخل ممكن تكون فيها ريحه سجاير، فانا بعرف نوع السجاير، ممكن اعرف الماركه بتاعتها. ففي حاجات كتير في مسرح الجريمه من الوهله الاولى بتفيدني. فدايما لما اكون بقرا تقرير فني، تقرير فني يعني راجع لمصلحه الطب الشرعي بكل اقسامها او اي فني موجود، اقدر افنده بشكل كويس عشان اقدر استفاد في كل كلمه فيه. تمام. نرجع بعد كده ان احنا بنقدر نعرف وقت الكدمه، وقت حدوثها، من خلال التغيرات اللي بتحصل عليها. زي مثلا في اليوم الاول بنلاقي اللون احمر، يعني في خلال اول يوم ال 24 ساعه بتوع الاصابه نلاقي اللون احمر. بعد كده في خلال بعد اليوم الاول بقى بنلاقي اللون بقى بنفسجي. بعد كده بنلاقيه بقى ازرق، اللي هو في اليوم من الثالث اليوم الثالث بيكون ازرق، الخامس بيكون اخضر. احنا هنلاقيها تدرجات تعتبر زي قوس قزح. تمام. بس هتفرق معايا ان انا عارف الاصابه دي قديمه ولا جديده. زي ما قلنا عندي اصابه وعايزه البسها الاستاذه ماري، فبرضه هرجع ان انا طب هي فعلا ده وقت حدوثها وقت تحرير المحضر ولا لا. تمام. فالمده مهمه جدا وفيصل بالنسبه لي. حتى لو انا بقرا المحضر، المده والكلام اللي بيتقال في الساعه كذا وفي النهار ومش في النهار، الحاجات دي بستفاد بيها كمحامي جدا. دي اشكال للكدمات في اماكن متفرقه. يعني احنا عندنا هنا اللون، الصوره الاولى ده اللون بنفسجي. تمام. اللي هي الصوره الاولى على الشمال عندكم ده لون بنفسجي، يعني نقدر نقول تقريبا ده اليوم الخامس. هنلاقي اللي على الناحيه الثانيه اللي قصادها اللون تقريبا احمر، هو مش احمر ده، هو بادئ في البهتان اهو تقريبا بعد 12 يوم، من 12 ل 15 اللون الاصفر النهائي ده، وهي خلاص اللي هو تحت اللون البنفسجي بالظبط، هنلاقي خلاص اللون بدا يختفي. تمام. الجروح الرديه دي نتيجه تمزق في الجلد والنسيج الضام، نسيج الضام اللي هو تحت الجلد مباشره تحت الادمه. تمام. نتيجه الاصابه بآله صلبه رده زي الهروات وحوادث السيارات والاحجار. تمام. احنا لو احنا شايفين هنا الاثنين دول اصابه جروح رديه، بس في فرق ما بين الاثنين، ايه هو الفرق؟ عايزين نستنتج كده ونفكر، نبص على الصوره ونركز. عايز اعرف الفرق. الاثنين جرح ردي والاثنين بفاعل جسم صلب رد. تمام. عايز اعرف الفرق ما بين الاثنين ايه؟ ليه هنا في تهتك جامد جدا وهنا مفيش تهتك؟ اتفضلي يا استاذه. اتفضلي يا استاذه. هي حصلت مره واحده، فهي داخله مكان هنا محدش بيحاول يدوس عليها اكتر، لكن الثانيه ده اله كانت بالعمد، باين قوي ان هو يقدر فيها قوه اكتر. حد عنده راي تاني يا شباب؟ اتفضل. الاتجاه والقوه. الاتجاه والقوه من ناحيه تمام. هي بس عشان نكون واضحين، تقريبا دي راس ودي تقريبا منطقه مش راس خالص، ولا لا مش ركبه، دي منطقه دهنيه. اه اعتبر انا جاوبت على السؤال. الصوره بتاعه البنت هي مش باين الكدمه قوي. ماشي. لا قوة ملاحظة. لا انت هتشتغل كويس. تمام. لا هو انا بتكلم على المنطقة دي دهنية، والمنطقة راس الراس تحتها عظم، فما زي ما قلنا من شوية مش موضوع كدمة، موضوع ان الجرح ملموم ما تهتكش، لان العظم بيساعد على قلة التهتك. مش احنا ما بنتكلمش عن كدمة دلوقتي خالص، احنا بنتكلم عن جرح ردي. يا شباب الكدمة عدت، شرحها عدى، احنا بنتكلم عن جرح ردي. انا جيت ضربت على، خلينا نتخيل كده في البيت بالنسبه للبنات، وانتوا بتعملوا البفتيك كده وبتدوقوا بالشاكوش، مش بتلاقوا اللحوم اللي تحت ايديكوا او بانيه مثلا او فراخ بتتفرتك كده؟ هو ده اللي هو التهتك. لما باجي اضغط بحاجه تقيله جامد فبتتهتك قدامي، لكن تحتها عظم والجلده خفيفه فما بتتهتكش، بتتفتح بترشق. عشان كده هنلاقي هنا الجرح هنا نضيف ما فيهوش تهتك خالص بالنسبه لراس البنوته، وبالنسبه للمنطقه الثانيه منطقه دهنيه فترشقت، اتفتحت بترشقه اكتر. تمام. واصله يعني متخيلينها؟ ما انا عشان كده قلت لازم نتخيل شويه. وصلت؟ هم بيعملوا بانيه وبفتيك، انتوا ما بتعملوش، عشان كده هم فهموا المعلومه. تمام.
الجرح الردي طول ما تحتيه عظم بيكون الجرح شبيه بالجرح القطعي، ده مش قطعي خالص، لان الزوايا بتاعته لو شفنا الزاوية حلها دائرية شوية ودائرية شوية، التانية بتكون حد خالص ومستقيمة. تمام؟ مش منتظم الا لو تحتيه عظام بيكون منتظم، هو بيكون جرح مشرزم ومتهتك، وممكن نلاقي هنلاقي جواه الانسجة اللي واصلة ما بين هنا وهنا باينة بس مشرزمة مش مقطوعة قطع قطعي. تمام؟ لان احنا هنلاقي في القطعية حاجة شبه كده بس مقطوعة بالظبط. تمام؟ اللي تحتها عظام العظم خلاها ما يبقاش فيها تهتك ولا فيها اي حاجة، العظم خدت الصدمة اكتر. تمام؟ دي بالنسبة لإصابة بجرح ردي من خلال مثلا جسم رد صلب، ما قلناش خشن، قلنا ان هو زي مثلا الهروات، زي الشومة، زي المطرقة، زي الارتطام مثلا، الوقعة جامد على حاجة صلبة ردة بس مش خشنة. تمام؟ يمكن الصفات دي هتوضح لكم الموضوع اكتر. الجرح الردي بيكون جرح ممزق ومشرزم وغير مستقيم، غير منتظم، زي ما شفنا في الصورة اللي فاتت. سوري يا جماعة انا اسفة جدا، زي الصورة دي. تمام؟ احنا شايفين ان الجرح مش منتظم، مشرزم، متهتك. تمام كده؟ غير حاد زي ما شفنا في البنوتة. والجرح التاني هنلاقي ان هو واخد دوران شوية في اللي هي الجمجمة بتاعت البنت. تمام؟ في الناحية التانية هنلاقيه مش حاد خالص ولا منتظم، هنلاقي حواليه تكدمات، يعني لما بنيجي ننظف الجرح بعد كده هنلاقي فيه تكدمات، يعني في دم تحت الجلد ما طلعش. كمان في تسحج عشان الآلة المحدثة ليه كبيرة جدا، تقيلة جدا عليه، في الغالب بتكون من السيارات مثلا زي الأستاذة قالت من شوية. كمان في قناطر وخيوط نسيجية من الأعصاب، ده اللي احنا قلنا عليها، بتكون خطوط جاية من الحافة دي للحافة دي بس مشرزمة، يعني مش زي ما اجيب سكينة واقطع، مش حادة قوي. تمام؟ مشرزمة ومش منتظمة خالص. كمان في نزيف غزير لأن الأنسجة تهتكت ما اتقطعتش، النسيج من قوة الضربة فالأنسجة خلاص اتهتكت يعني. من أهم المضاعفات بيكون في عدوى بكتيرية طبعا بتعمل مضاعفات بعد كده، لأن الآلة اللي خبطتني أو الآلة اللي أحدثت الجرح ده بتسبب تلوث، فبالتالي بيكون في تقيح وفي عدوى بكتيرية. بيتشابه مع الجرح الردي والقطعي، بيتشابه ما بين الاتنين، بس في صفات معينة بتميزه، زي ما قلنا ان هو مش حد خالص، الاعصاب والقناطر والشرايين اللي رايحة من طرف الجرح للطرف التاني بتكون مش منتظمة. ده الجرح القطعي. انت كنت قرفانة من ردي، هتشوف القطع ازاي. دي نفس الحاجة اللي انا كنت بقول عليها من شوية، الست دي اللي هي على فكرة هي حية وموجودة، دي كانت في اسكندرية، كان جوزها اتفق مع اخوه ان هم يضربوها، وضربوها بمطوة وخدوها سحلوها لحد البيت وعملت فيهم محضر. الجرح اللي قدامنا ده كان بمطوة، فالجرح ده قطعي. تمام؟ لو انتوا شايفين في اي حاجة مشرزمة في الجرح، طيب الزاوية بتاعتنا مستقيمة ولا مش مستقيمة؟ شايفين في قناطر او شرايين رايحة من هنا لهنا او اعصاب؟ بص. تمام. هي الفكرة في ان الجرح القطعي دلوقتي بيكون الدنيا قدامنا نظيفة، لما بيتغسل بيبقى باين، ما فيهوش سحاجات، ما فيهوش كدمات خالص، كل الحكاية ان في قطع حاد جدا، الجائر عميق جاي لحد جوه واصل لبعض الأنسجة، مش عميق قوي عشان هنلاقي الطعن اللي هو عميق جدا بقى، بس بنلاقي طوله أكبر من عرضه ومن عمقه، ده في الطعن هنلاقيه غير كده، بمعنى ان احنا هنلاقي سحبة طويلة قوي. عايز تقول ايه؟ خلاص؟ تمام. فهنلاقيه واخد شكل طولي أكتر، ما هياخد شكل عرضي، وهيكون كمان العمق بتاعه مش كبير قوي. تمام؟ الناحيتين على فكرة قطعي، احنا لو اخدنا بالنا في التانية برضو دي قطع بآلة حادة، ده بعد ما اتغسلت بس باين بقى الحاجات الداخلية اللي هي طبقات الجلد اللي تحتيها. هسأل سؤال في الاخر، والمرة الجاية هيكون المكافأة بتاعته موجودة هنا. تمام؟ ما هو هيجاوبه دلوقتي، الاجابة هتكون دلوقتي عشان هو من المحاضرة. تمام؟ واللي هيجاوبه المكافأة بتاعته المرة الجاية، والاول مرة هعملها هتبقى مكافأة نقدية، رمزية بس نقدية. تمام؟ خلاص.
معلش هي على قدنا بقى، هي رمزيه. تمام، نبدا بقى نكمل تاني. خواص الجرح القطعي بيبدا الاول بدايه متدرجه على هيئه خدوش، وقد يبدا بعمق من البدايه والنهايه، يعني ممكن نلاقيه غائر من البدايه لحد النهايه، وممكن نلاقيه في البدايه قوي في الاخر بسيط. ده في الحالات اكتر اللي هو في البدايه قوي في الاخر بيبدا يضعف، في الحالات الانتحاريه اكتر. يعني انا مثلا لو بعمل ذبح انتحاري بذبح كده ببقى جايبه قوه، بعد كده خلاص انا اعصابي بتسيب، تمام، فبيبدا الجرح يكون اقل. لكن لو ذبح جنائي هنلاقيه بادئ من بقوه من بدايته لحد نهايته، تمام. نفس الكلام برضو بنلاقيه ساعه الانتحار، بنلاقيه في الاول بس في الانتحار بنلاقيه فيه حاجات اسمها جروح تردديه، اللي هو انا بقى متردد اذبح اشرح ولا بلاش دلوقتي، لسه في كام ساعه كده حلوين تعيشهم ولا ايه بالظبط، تمام. فبيكون في حاجه اسمها جروح تردديه. فاحنا بنلاقي في الغالب ان في تدرج، الا لو بقى حاجه جنائيه في قصد فيها فبلاقيها شديده من اولها لاخرها. الحواف حاده ومنتظمه زي ما شفنا من شويه، والانسجه مقطوعه قطع منتظم، ويمكن احنا فرقنا ما بين الصورتين. مفيش تهتك بالانسجه ولا تورم ولا تكدم، ما بلاقيش بقى حاجه ورمه وما بلاقيش اي تهتك فيها خالص، زي اللي قلنا اللي انتوا خدتوا بالكم انها تعتبر ركبه بس هي ما كانتش ركبه، او ركبه حد تخين شويه، يعني وارد تكون ركبه حد كبير شويه تخين، المنطقه اللي فوق الركبه على طول، صح كده. الشعر كمان بنلاقيه مقطوع قطع حاد، يعني انا لو اتخبطت في دماغي في منطقه الشعر هنلاقي الشعر اتهرس جوه الخبطه جوه الجرح، لكن في القطعي الآلة حادة فبتقطع الشعر كمان قطع حاد، تمام. في نزيف شديد، في نزيف شديد، ولكن ما بيعملش عدوى بكتيرية لان مفيش تلوث فيها، الا لو بقى السلاح نفسه مسمم او سلاح فيه تلوث تاني. ممكن تكون جنائية زي ما قلنا القطع الجنائي في قصد جنائي فيه، او ممكن يكون انتحاري زي ما قلنا الذبح الانتحاري، وممكن تكون عرضي بمعنى ان انا وانا واقف في المطبخ، ايوه اكيد هتقولي تمام، وممكن يكون افتعالي ان انا عايز البس استاذه ميري برضو محضر فعملت جروح افتعاليه، والجروح الافتعاليه ليها مظاهر معينه ان هي دايما بتكون في متناول الايد، مش دايما بلاقيها في الملابس، يعني انا مش عشان اعور نفسي هقلع هروح اعمل على اللبس من بره، لا انا بقلع واروح حاطط معور نفسي عشان اقول ان فلان ده اللي عمل لي الاصابه الافتعاليه دي. طب بعمل الاصابات الافتعاليه ليه؟ ايه؟ تمام، بتدل على حد حلو، هو سبب. في اسباب تانية؟ اتفضل. لا الافتعاليه يعني مزيفه مش حقيقيه، الافتعاليه غير الانتحاريه، الانتحاريه من اسبابها الدوافع النفسيه والاقتصاديه والمشاكل الاسريه وقلنا الثانويه العامه مؤخرا. الله ينور على حضرتك، عايز يهرب من الجيش اهو ده سبب، عايز ياخد اجازه تمام. في سبب تاني بقى اللي هو انا جوه الحبس بتاعي اتعرضت للتعذيب، فعايز اقول ان اعترافاتي دي بقى ده مش حل، انا اعترفت بس عايز اقول ان اعترافاتي بناء على تعذيب، فببدا اعمل اصابات افتعاليه. دي حاجات قطعيه اللي هي في الايد دي بقى لحد قطعيه وباينه، التانيه دي التردديه زي ما قلنا من شويه بتكون فيها خربشه متردد، تمام. الجرح الطعني احنا قلنا عليه من شويه بيكون بقاله حاده، يا يعني اما بذات نص لحد واحد او اتنين نص لحد، وبيكون عمقه اكتر من عرضه، يعني احنا بنلاقيه جائر لجوه اكتر، تمام. ممكن اعرف طول النصل من خلاله، لو هو دخل النصل كله بنلاقي فيه كدمه كده مكان اليد بتاعت السلاح، طيب ما دخلش اليد كلها فهبدا بنسب معينه اقدر اتعرف على السلاح بتاعي. بسرعة برضه عشان وقتكم، خصائص الجرح الطعني أخطر من الجروح القطعية، بيكون عمقه أكبر من طول فتحة الجلد، النزيف شديد جدا وأكتر خطورة من الجرح القطعي. إذا كانت الآلة ذات نصل واحد يكون إحدى حفتي الجرح دائري، يعني بنلاقي حفة دائرية مكان الحتة الباردة دي زي ما بيقولوا، والتانية حادة مكان النصل الحاد، تمام. بيكون الجرح ممكن يكون الجرح نافذ، وفي الحاله دي الحاله ممكن تموت من صدمه شديده نتيجه الجرح النافذ، ده معناها انه اخترق الغشاء البروتوني في الامعاء، فالجسم بيجيله صدمه فممكن يموت من الصدمه قبل ما يموت من الاصابه نفسها.
كمان عرض الجرح يعطي فكرة عن الآلة المستخدمة، دي قلناها من شوية، ان بعرف في النصل قد ايه وبقدر اتعرف على السلاح. نكمل ولا الوخزي؟ هو ما فاضلش كتير والله، كلها حاجات تعتبر بسيطة. يعني هو ده بيكون نتيجة التعدي، هنا الجسم عندي مش حاد. الجرح الوخزي يا جماعة احنا بيكون معنا السلاح او الآلة في الوقت ده بسن مدبب، هي مش حادة ولكن مدببة، فبنلاقي زي المسمار، زي الصورة بالظبط اللي قدامنا دي، بنلاقي مفيش اصلا فقد في الجلد خالص، المسمار بياخد الجلد ويدخل به لجوه. عارفة احنا هنجيب لك ميه بسكر بعد ما تخلصي. مفيش فقد في الجلد، احنا المسمار بياخد الجلد ويدخل به جوه، فبيكون غائر الحافة بتاعت فتح دخول المسمار، بتكون الحافة بتاعتها لجوه، وفي الخروج ما بنلاقيش فيه فقد في الجلد خالص. تمام، بيكون شبه زي المسمار والمبرد والازاز المدبب مثلا، وان كان الازاز المدبب بيكون قوته في الدخول اكتر، يعني بيكون اسهل في الدخول. الجروح الافتعالية او اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شوية، بنلاقيها سطحية وغير خطيرة، بتكون في متناول اليد، بتكون على هيئة خطوط متوازية يعني جنب بعضها. تمام، ما بيقابلهاش اي قطع وتمزق في الملابس، زي الصعيدي اللي عمل في السلاح من قبل كده. حبايبنا، شكل الجرح قد لا يتفق مع وقت الاصابه، زي استاذه ميري وكوعي من شويه، ساعه ما قلنا ان انا عندي اصابه في كوعي والاستاذه ميري انا لبستها لها، يعني هي مفتعله. ليه انت وراك رجاله بره؟ انا ما بخافش. طيب الجروح والاصابات الناريه، طيب عشان احنا لحد كده كفايه، الجروح والاصابات الناريه هناخدها في محاضره تانية، هنشرح معاها مسرح الجريمه والاسلحه الناريه بانواعها والمدى بتاعها والابعاد بتاعتها. تمام، اتمنى تكونوا استفدتم من المحاضره.